ماذا تقول ابتداء عن فضيلة الشيخ علي حزين وعن مدرسته في القراءة والتلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ علي حزين من القاهرة، وولد 1902، يعني على بدايات القرن، فهو قد شاهد في شبابه الأكابر. الشيخ علي حزين الحقيقة مات سنة 71، يعني برضو بدري شوية في هذا المجال. الشيخ بتاعه كان اسمه الشيخ محمد مكي نصر. الشيخ محمد مكي نصر ده هو له كتاب معتمد فيه ودرس في معهد القراءات لما نشأ، فده الشيخ بتاعه اللي هو جعله يتقن القراءات ويتقن القرآن وعلمه الأحكام بهذه الطريقة. عرف الإذاعة رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا زي فاكر لما قلنا على الشيخ محمود عبد الحكم إنه هو ما تعلمش موسيقى، مظبوط. الشيخ علي حزين أداؤه فطري، وأيضا ممن لم يتعلم الموسيقى، عشان كده كانوا بيقولوا إن صوته ما كانش فيه الحلاوة قد ما كان فيه حسن التلاوة. والمثال الأولاني اللي احنا عطينا به بمحمود عبد الحكم أهو ده مثال تاني الشيخ علي حزين، علشان بعض الناس يقول لك مثلا ما هو واحد يعني طلع فلتة كده، لا، دي مدرسة، مدرسة كانت بتهتم بالوضوح، بالتعليم، بالهدوء، بالدقة والالتزام. صحيح. فدي مدرسة، مدرسة لها أركانها ولها ما فيها. لكنه عرف الإذاعة قبل الإذاعة، في الإذاعات الأهلية بقى زمان، في الإذاعات بقى كانت في حاجة إذاعات شخصية كده، إذاعة الملك فاروق، راديو فؤاد، راديو فريدة، فريدة الملكة كده، حاجة زي كده. وكانت الإذاعات دي اتقفلت سنة 26، هو عنده 24 سنة ساعتها. وكان في واحد اسمه فريد بكر الرفاعي، وفريد بكر الرفاعي ده كان مدير راديو كان اسمه الإذاعة الملكية اللي هو راديو فؤاد. فراديو فؤاد، وللصداقة اللي ما بين فريد الرفاعي والشيخ علي حزين، أم علي حزين قرأ ولا زال يقرأ والناس سمعته. الناس طبعا هين، لسه الانتشار الواسع ما حصلش اللي هو حصل بعد كده في الإذاعة الرسمية سنة 1934. صح. في بقى تجاوزات أخلاقية ارتكبتها المحطات دي، فالإذاعات دي كلها طلع قرار بإغلاقها. واللي حاصل بقى أنه في 34 راح الشيخ علي حزين وتقدم فقبل، لأنه هو معروف، لأنه هو معروف من قبيل الإذاعات الشخصية دي أو الإذاعات الأهلية، إذا كان، لأن هم كانوا بيسموا بتاعة الحكومة الأهلية برضو، مظبوط، إنما التانية أهالي يعني أو أشخاص، دي كانت أهالي أو أشخاص. ففريد الرفاعي ده لعب دور كبير في مسيرة الشيخ علي حزين، مع وجودي في هؤلاء الأقطاب، علي محمود، الشيخ الشعشاعي، الشيخ محمد رفعت، ومن فاعتمد في الإذاعة وبدأ يتلو فيها. لكن كان فيه اتجاه في الإذاعة ضده، ما تفهمش ليه، يعني في حاجة ما، ولذلك كانوا يجيبوا الشريط اللي هو أو الأسطوانة اللي هو سجل عليها، ويسجلوا عليها برنامج آخر يمسحوه عشان ما عندناش وقت أو ما عندناش فلوس أو ما عندناش بتاع. ولذلك تجد أنه تراثه في الإذاعة مش قد كده،
لكن هو كقارئ طب موجود له حاجات كتيرة، وموجود على يعني محاولات لجمع تراثه تجدها على اليوتيوب وتجدها على وسائل الاتصال الاجتماعي. هل ممكن يكون اتظلم؟ يعني مدرسته دي اتظلمت لأنها كانت في وسط مدرسة من الطرب والنغم زي الشيخ مصطفى اسماعيل، زي الشيخ محمد رفعت، زي غيرهم يعني من القامات. الناس كانت بتحبه وتعلقت به جدا، وسبب هذا الحب بالرغم من أنه لم يكن يملك صوتا قويا ولم يكن يملك دراسة في المقامات، الإخلاص. الإخلاص يعني وهو بيقرأ بإخلاص، واللي طالع من القلب بيوصل للقلب، ولذلك كون جمهور كبير جدا وجمهور عميق جدا. واضح أنه لم يكن يبتغي شهرة أو مجد أو سمعة، فأخلص فعلا لكتاب الله. هي جات له واضح كده، هي جات له. ولذلك المتبقي من تراثه ما زال إلى الآن حاضرا، وما زال إلى الآن. كان الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول إن بلده دقدوس متعلقة ومحبة للشيخ علي حزين حب شديد، وكان نفس الشيخ متولي الشعراوي حريص دايما على إنه هو يدعو الشيخ علي حزين علشان يقرأ في دقدوس ويلبي طلب الأهالي هناك، الأهالي في هذا المقام. رحمة الله عليهم.